حياكم الله في حلقتنا الجديدة وسفرة رمضانية حلوة، وعلى نهاية الشهر بدينا نغزر في الحلو أكثر. فعشان كذي اتفقت أنا ويا أم محمد، أنا أسوي لكم حلو ومحمد أسوي لكم حلو. وبعد الحلقات الجاية فيها كوبب إن شاء الله، وفيها معمول وكعك العيد وشغلات الحلوة، وصبحية العيد إن شاء الله راح نسوي لكم حلقة فيها حلو العيد. أنا بسوي زلابية، وبلاليط أم محمد بتسوي عصيدة وتسوي شغلة ثانية. أربعة أصناف من حلو العيد إن شاء الله نريقكم فيها. حياكم الله، تفضل أم محمد. حياكم الله ويا أهلا ومرحبا فيكم. اليوم الظاهر نحن متفقين أنا مع أم محمد على حلو التوست، لكن أنت أنا مطحون، أنت مالح ها؟ أي وأنا حلو. تفضل. تفضلين أنت بتسوين أول شيء. أول شيء أنا بسوي حلو التوفي، جايبة قالب بس لا تقيدون فيه، أي قالب عندكم حتى لو هو قلاصات بروحها أوكي. أنا حبيت أجيب السيليكون عشان لما أفتحه أوريكم جماله. بداية راح أسوي أحرق السكر وراح أحطه بالقاعدة، بعدين راح أسوي الحلو. تقريبا شو اسمه اللي بحرقه ثلث كوب من السكر راح أحرقه على ما يحترق ويصير كراميل. تكون أم محمد تعلمكم شنو مقاديرها. أنا بداية بحرق بعدين أقول لكم مقاديري. تفضل أم محمد. عندي حلو توست هو عبارة عن 5 من البيض، وعندي 3/4 من التوست أنا طاحنته، وكوب هذا توست مطحون. حسبالي ناريل والله. اي والله ما قاعده اقول لك، قلت انت توست جاهز وانا ادور التوست. ايوه هذا التوست. وعندي كوب من الفستق المطحون، وعندي ملعقه صغيره من البيكنج بودر، وعندي نص من الزبده، وعندي نص قالب ونص كوب عندي من الزيت. هذه كلهم نخلطهم مع بعض، وبعدين نحطها بالصينية الفرن وندخلها الفرن، وبعدين لما تطلع نخليها تبرد. عندنا الخلطة الثانية هي عبارة عن 5، بعدين نخليها نخلطها مفاجأة ها. اوكي افتش لك الفرن الحين. اي جزاك الله خير. اي الحين احط عندي البيض واحط عليها طبعا التوست، وعندي الفستق. احنا مثل ما عودناكم ان احنا ودنا نعطيكم الاشياء السهله. وعندي الزيت، وعندي الزبده. قولي المثل اللي قلناه. انا مستانسه. عندي الزبده، وعندي البيكنج بودر. هذه الطبقة الأولى. إيه نعم. بس جزاك الله خير. أسكر لك؟ إيه. إيه أنا أسكر وأفتح. أنت أسكر وأفتح. في سلبركة. الله يسلمك. قالب دائري أنا أبي. أبي هذا؟ لا. لما نحس انه هو اختلط كله مع بعض خلاص، وبعدين اصبه بدون ما ادهن القالب. ام احمد شغلتك. جزاك الله خير. اي اصبه طبعا. هذه الطبقه ترى طبقه وايد خفيفه، يعني مو تلفنا. طبعا الطبقه مو ضعيفه قصدك. ضعيفه اي، مو مثل الكيكه تطلع. اي وبعدين نحطها بالفرن. من
يمكن تنحط بقالب اصغر اذا يبونها رفيعه شوي. اي لا هي ما هي مو رفيعه. تبينها انت بالعماله تبينها كذي. بعدين اي احطها بالفرن. اول شيء افتح تحت وبعدين تبين افتح تحت اللي بس؟ فوق الحين بس تحت. بعدين فوق. هني عشان يلا اعطيني بس. على اي حراره؟ 180. 180 بس تحت. ها تحت ترى ما في مروحة. لا بدون مروحة فوق وتحت ترى. يلا. أنا حطتها بعيد ترى. يلا مو مشكلة. هذا مو حار وايد مثل شو مال البيت. إني هني على ما أم محمد يخلص شغلها أنا بدأت الكراميل عندي أو السكر بدأ يتكرمل. نقول لكم مقاديرنا عبارة عن كوب من الجيمر، كوب واحد تشيس، واحد من الكريم كراميل، كوب واحد من حليب الكارنيشن، إضافة إلى نص كوب من السكر. هذول راح يصيرون مع بعض. نص كوب من السكر بعد راح أسوي كراميل، بس مو الحين، بعد ما أخلص من الطبقة الأولى اللي هي الكراميل الأولي. نقول لكم المقادير مرة ثانية عشان ما تنسونهم. عبارة عن كوب من حليب الكارنيشن، تشيس واحد من الكريم كراميل، بودرة كريم كراميل، علبة واحدة من الجيمر تعادل كوب واحد، إضافة إلى نص كوب من السكر. هني الكراميل بدأ يتكرمل أو السكر بدأ يتكرمل ويصير كراميل. في الوقت هذا راح أصبه على القالب، وهو يعتبر قاعدة لقالبي مال السكر. بس أنزله أحط السكر الثاني اللي هو نص الكوب اللي بحطه حق شنو؟ حق طبقي. طبقنا محتاج مرتين تكرمل السكر. لسرعة الكرملة تحطون قفشة من الماي. الماي دائما قفشة الماي تساعد على الكرملة. قفشة من الماي فوق السكر بسرعة تخلي السكر يكرمل. بس دائما دائما انتو تكونون ما تحركونه بالقفشة. اكبر غلط تحركونه بالقفشة. من كذي تشوفينا يتحكك عندنا ساعات اذا سوينا ما ادري كنا مخرجنا لاهي عنا. طبعا شوفوا هني يبتدي يطبخ بعدين يكرمل. احنا قاعدين نكرمل السكر بس نوصل الى اللون اللي احنا نحتاجه. اول شغله بنحطها الجيمر. ليش؟ لاني ابي اسوي توفي بعدين احط الشغلات الثانية اللي هي تخليه الحلو اللي احنا نبي نوصل له. بعد ما وصل مرحلة الكراميل تبينا احمر. ها؟ ابي احمر لون الشاي. انا مو قاعدة احركه، انا مجرد احطه اقربه صوب النار عشان بسرعة، لاني ملاحظة انه قاعد يصير لون. لون ولون جهة لون بالطرف ولون. انتبه حق لا بعده. اي جدا سهل، جدا سهل وحلو. هي اطباقنا سهله وما يبي لها شيء. سهله ما تبي لها شيء، بس شنو تكون حاضره. موادها لازم تكون حاضره عندكم. حتى اطباق المالح، الطبق المالح اللي انا بسويه جدا عجيب، وامو محمد الطبق الرئيسي بعد سهل وعجيب. اليوم عاد اسمه مرمر. الله طبقنا أم محمد تتنقى يعني تسميات ما أدري من وين. نطروا عليه طبعاً اللون هذا أنا بعد ما يعجبني، أبي بعد يصير شوية أحمر. أي أبي له. أي هو ترى مجرد ما يصير بهاللون بسرعة يلون، بس أنا أبي يصير توفي. يلا أحط الجيمر بلون التوفي. يعني التوفي دائما يبي
الكرملة اللي هي لون الشاي. والله الطبخ سهل. سهل ما يبي لك ليش تعيزون في بعضهم. عشان كذي حببنا ودخلنا بقلوب البنات اللي من عمر بناتنا وما يحبون المطبخ قاموا يحبون المطبخ. خلوا المطبخ. حتى دائما يقولون لي في حلقاتي اللي مع سامي ولد عمي دائما يقولون حبينا المطبخ من شغل انه صار سهل ما توقعنا انه يكون. انا يعني هذه بنت خالتي امس شفتها تقول لي حببتني وخليتيني ادخل المطبخ، انا اللي ما ادخل المطبخ قعدت وطبخت الحمد لله ونبي نتعلم. قلت يلا يستاهلون نعلمهم. هني انتبهوا بس لا يحترق، خلوه يغلي بس لا يحترق. انا ابي لون شويه عشان ابي اطالع انا اللي بالفرن. شوف اللي بالفرن لازم يلون، ما ابي شوفوا لونه وايد فاتح، انطر عليه شويه بس لا يحترق. ها بدا يلون، خذ اللون اللي انا رغبانه فيه. اول ما تحطون الجيمر وخروا عنه. أطلع. لأن راح تشوفوا اللون الكراميل ايش حلوه. بس تذوب الجيمر نبتدي نحط الطبقه الثانيه او الخلطه الثانيه بس نشوفه صار توفي. ابي يصير توفي عدل. شوفوا طايلونه اي بالوقت هذا بحط علبه الكرنيشن حليب الكرنيشن وبودره الكريم كراميل ونخلط وبعدين راح نحطه. شوفوا ايش حلوه، ما تصدقون لما يدخل الثلاجه ويصك شلون حلاته وطعمه. بس خلاص الله، يعني حلو سريع وسهل وعجبني. فعشان كذي حبيت اقوله للناس. شوفوا خلاص طبخ، خلوه بس تحسون انه بدا يثقل. خلاص من يثقل معناته يعقد معاكم، تحطونه وشوفوا شلون حلو. شوفوا بدا يطبخ، خلاص انتهى كذي انتهى. نحطه طبعا هذا سيليكون متخصصين بالحراره حار وبارد، فلا تخافون منه، يعني ما راح يذوب معاكم ولا راح يصير فيه ولا شيء. بس عشان اشيله عدل بجيب صحن احطه تحته. دائما نحط صحن تحته عشان نقدر نشيله بسهوله. هذا الصحن وبكذي بدخله الثلاجة ومن يصك